إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من أرض المدينة الخضراء، مدينة بنسمان، لعشاق الدلاع. خيرات موجودة، كل شيء موجود. الثمن ديالو 50 ريال، جوج دراهم ونص الكيلو. جودة عالية مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم، خيرات موجودة، كل شيء موجود. الثمن ديالو كيف ما ذكرت 2.5 دراهم مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم، لعشاق الدلاع خيرات موجودة، كل شيء موجود. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، لعشاق الدلاع خيرات موجودة. ثمن الدلاع دير 2.5 دراهم الكيلو. جودة عالية تبارك الله، خيرات، اللهم بارك وزيد في ذلك مشاهدي الكرام. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، لعشاق الدلاع خيرات موجودة. والثمن ديال الدلاع فهو 2.5 دراهم الكيلو. جودة عالية تبارك الله، حبة حبة. الصورة أمامكم، فالخيرات تبارك الله، خيرات مولانا، والجودة جودة عالية مشاهدي قناة شوف تي في. شوفوا تبارك الله خيرات كيف دايره. ف الدلاع موجود، الثمن ديالو 50 ريال الكيلو. جودة عالية مشاهدينا الكرام. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم، ف الدلاع موجود، الثمن ديالو في المتناول، ف داير 50 ريال الكيلو. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم، لعشاق الدلاع ف خيرات موجودة. الثمن ديالو دير 50 ريال الكيلو. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فما بقى لي إلا نودعكم. اللي بغى الفوال، اللي بغى الدلاع، فموجود وثمنه
مناسب مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، داير 50 ريال الكيلو وجودة عالية مشاهدينا الكرام. الصورة أمامكم خيرات تبارك الله، والجودة جودة عالية، والثمن ديالو 50 ريال. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، نهاية أسبوع موفق للجميع، نلتقي في بث مباشر آخر. إلى اللقاء.